ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، يعني حالة من التراجعات الطفيفة قد شهدها مؤشر الدولار في ظل يعني حالة الترقب لقرارات المركز الأوروبي، هل تتوقع استمرار حالة التراجعات في مؤشر الدولار والدولار مقابل العملات الرئيسية؟ نهاركم سعيد. بالفعل تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، وجاء هذا التراجع في الدولار الأمريكي مع انتظار المتداولين لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر الأسبوع المقبل. التراجعات في الدولار الأمريكي سببها اعتقاد الأسواق بأن الفيدرال الأمريكي قد يكون أقل تشددا مما كانت تخشاه الأسواق سابقا، فهنالك حتى هذه اللحظة من لا يستبعد أن يتم رفع الفائدة بمئة نقطة أساس الأسبوع المقبل، لكن في نفس الوقت أغلب التوقعات وباحتمالية تقارب 60% تشير إلى أن الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد يكتفي برفع الفائدة 75 نقطة أساس، وهذا ما أدخل الدولار الأمريكي في بعض التذبذب انتظارا لهذا القرار، خصوصا ونحن ننتظر يوم غد الخميس قرار بنك اليابان المركزي إلى جانب البنك المركزي الأوروبي الذي سيعلن عن أحد أهم القرارات التي قد يتخذوها على مدى 11 سنة الماضية، وهذا كله اجتمع ليدخل الدولار الأمريكي في بعض التصحيحات الهابطة. نعم، هذه التصحيحات أيضا يعني إذا ما تحدثنا عن قرار المركزي الأوروبي الحديث عن 25 نقطة أساس، لكن بعض التصريحات وبعض التوقعات في أسواق العملات تقول بأن هنالك ذهاب إلى 50 نقطة أساس، هل من المتوقع أن تتغير المنهجية التي سيتبعها المركزي الأوروبي، وهذه التوقعات كيف تؤثر على أداء اليورو تحديدا؟ بالفعل كما تفضلت ان هنالك توقعات في الاسواق الماليه تشير الى ان البنك المركزي الاوروبي ربما يفاجئ الاسواق يوم غد برفع الفائده 50 نقطه اساس، خصوصا بعدما صدرت يوم امس بيانات مؤشر اسعار المستهلكين في القراءه النهائيه والتي اظهرت ارتفاع معدل التضخم في اوروبا الى 8.6%، هذا المستوى هو اعلى مستوى للتضخم على الاطلاق منذ بداية التعامل في اليورو، بالتالي الأسواق المالية أصبحت تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس، لكن في عديد من التصريحات لبعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي والتي منهم كانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تم الإشارة إلى أن البنك قد يكتفي برفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، ثم في شهر سبتمبر أي شهر أيلول المقبل قد يتم رفع الفائدة 50 نقطة أساس. بالتالي يوم غد الخميس هنالك تباين كبير في الآراء، وهذا ما يجعل اليورو حاليا يرتفع مقابل الدولار الأمريكي مستفيدا أولا من ضعف الدولار وثانيا من آمال الأسواق بأن يتم رفع الفائدة بأكثر من نقطة أساس. نعم. لكن التأثيرات على اليورو حتى لو استمرت لبعض الوقت تبقى محدودة، فالفيدرال الأمريكي في نهاية هذه السنة على الأرجح ستكون الفائدة لديه أعلى بكثير مما هي في البنك المركزي الأوروبي. نعم، يعني سركيس إذا ما شرحت لنا يعني علاقة التضخم أيضا بأسعار العملات، إذا ما تحدثنا عن بريطانيا هناك ارتفاع وظهرت القراءة قبل قليل عن مستويات التضخم في بريطانيا، استفاد الجنيه الاسترليني قليلا يعني حتى مع احتساب بأن التوقعات يعني هذه الارتفاعات في معدلات التضخم فاقت التوقعات وأثرت على الجنيه الاسترليني، هذه العلاقة بين التوقعات بمعدلات التضخم وأسعار العملات؟ بالفعل صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أي التضخم في بريطانيا لتظهر أكبر ارتفاع في الأسعار منذ عام 1982 عندما أظهرت بيانات المؤشر ارتفاع إلى 9.4%، وجاء هذا الارتفاع أكبر من التوقعات. ارتفاع معدلات التضخم يزيد من احتمالية قيام البنوك المركزية في تجديد السياسة النقدية أي أن يتم رفع الفائدة، واستجاب الجنيه الاسترليني مع ذلك إيجابا بالفعل ليتم تداوله فوق دولار وعشرين سنت أمريكي، لأن كلما ارتفع التضخم ربما سيتجه بنك إنجلترا المركزي لمزيد من الرفع بالفائدة. بنك إنجلترا المركزي كان أول بنك مركزي من ضمن الدول العظمى الذي بدأ سلسلة رفع الفائدة منذ شهر كانون الأول الماضي 2021، لكن رغم أن الفيدرالي سبقه لكن حتى هذه اللحظة من المرجح لبنك إنجلترا المركزي أن يستمر برفع الفائدة، لكن ما قلل من الحركة الصاعدة الإيجابية للجنيه الاسترليني
في الوقت الراهن هو توقعات اولا ان يدخل الاقتصاد البريطاني في انكماش بفعل التوترات الجيوسياسيه، ومن جهه اخرى هنالك بعض التوترات السياسيه داخليا في بريطانيا منعت من امتداد الاتجاهات الصاعده، لكن بشكل عام نعم. وبصيغه اهم تاثر الجنيه الاسترليني بالانخفاض الذي يشهده الدولار مقابل سله العملات. نعم، محلل اول اسواق ماليه في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.